انا بس مش عايزه اقفل الحلقه قبل ما اكلمك يا سوزان، يا اللي والدتك توفيت وانت بقيتي لوحدك وزعلانه وبتقولي ربنا انك زعلانه منه، احنا النظر بتاعنا في تقييم الامور قاصر جدا، بنبص تحت رجلينا. ما منع سبحانه وتعالى الا ليعطي سبحانه. انتظري وشوفي وشوفة ان شاء الله هتشوفي اثر ذلك. الحياه مقبوله على ايه؟ الحياه اساسها على التغيير وعلى الرحيل وعلى الفقد، وهي كده احنا اغيار، دي حياتنا. ما هو انا لما ابقى فاهم طبيعه الحياه الدنيا بتهون علي المصائب وبيخف علي الم الاوجاع والامتحانات، وربنا امرنا وقال لنا ان احنا نصبر، واهم حاجه انك تعملي دلوقتي اللي يحقق سعاده الام اللي هي شايفاكي وكل حاجه عنك بتصلها. اقراي القران وهبي لها الثواب، اعملي خير، ادعي لها، وابتدي قولي ان شاء الله انا هنجح، وخدي باسباب النجاح، وسالي الله الفرج، وسالي الله سبحانه وتعالى انه يمدك بمدده الحي الباقي ان يوفقك ويكتب لك التوفيق. وكتري من الصلاه والسلام على سيدنا رسول الله، انزلي شاركي في نشاطات كتيره، العبي رياضه، اشغلي وقتك عشان ما تبقيش حبيسه هذه الافكار التي لن تجدي، وقدام هتندمي انك انت قلتي مثل هذا الكلام. يا سوزان ربنا يشرح صدرك وييسر أمرك إن شاء الله.